السلام، مرحبا بجميع متابعي لا فالور ابسولو. الفيديو هذا موجه لتلاميذ سنه اولى ثانوي، كما قد ترى درس اسمه ايكواسيون اي انيكواسيون. ايكواسيون انيكواسيون ديجا الدرس هذا قيناه في النظام بالعربي، اللي هو المعادلات والمتراجحات. ايكواسيون هي المعادلات، انيكواسيون هي المتراجحات. دونك باش نحاول نفهم بعضنا كيفاش نجمو نحلو لي زيكواسيون لي زينيكواسيون تاع بعضنا. الفيديو هذا مرحبا بكم. الو، اخترناكم كاتر اكزومبل باش نجمو نفهمو بيه الدرس هذايا. ما في شيء صعيب، معناتها مش صعيب. اوكي، لي كويستيون هو ريزودر لي زيكواسيون سويفونت. باهي، اخترنا ايكواسيون اللي هي 12 اكس بلس 4 ايكال امون 9. الحكايه كلها البيت انه دو ريونيغ لي فامي دو زيكس دون لي مومبغ دو غوش، اي لي فامي دي مومبغ العاديين في الممبر ادغوات. سي ريس العمليه انه نحاولوا اليمينيو اكثر ما يمكن الارقام اللي الحاجات الارقام بعد الاكس. هذا حاجتنا في الاخر توصلوا اكس تساوي. دونك اول حاجه عندنا 2 اكس بلس 4، دونك نحن لازم نتخلصوا من الاربعه. باش نتخلصوا من الاربعه نعملوا معناتها هنا موان 4 من اليسار اليسار وموان 4 من اليسار اليمين. بالطريقه هذيا 12 اكس بلس 4 موان 4، وبالطريقه الاخرى هكا في الايجاليتي الاخرى موان 9 موان 4. دونك هنا لو 4 وموان 4 باش يتنحاو باش تولي لنا 2x يقال موان 13، معناها موان 9 موان 4. به 2x موان 13، نحنا باش نطلعو الاكس هنا 2x مضروبة في 12، دونك لازم نقسمو عكس ديما الضرب. كي تبدا عندنا x فوا حاجة نحبو نلقاو x، نقسمو على العدد المضروب في الاكس. به كيما قاعدين تراو x 12 سور 12 سامبليفيكاسيون باغ 12، باش تبقى لي x يقال موان 13 سور 2، موان 13 سور 12. باين احنا كي يقولك ريزودر دون r، لازم تكتب في الاخر اس دون ار ايتيغالا موان 13 سور 12. باه نواصل. اكزامبل ثاني 4 اكس موان 13 ايغالا موان 5 اكس بلس 1. كالعاده باش نليمينيو الموان 13 هذايا باش نزيدو معناها 13 من الشيله من هنا ونزيدو 13 من الشيله من غادي. دونك 13 معناها باش تنحى، موان 13 بلس 13 تنحى، شنو باش تقعد لي 4 اكس هذايا جمعناها 1 بلس 13 14، 4 اكس موان 5 اكس بلس 14. باهي شنو باش نعملو؟ نحنا حاجتنا باش نزيدو لي زيكس بعد بعض. دونك جبنا زدنا من هنا بلوس اكس ومنحينا من غاديكا ونزيدنا من غادي بلوس اكس، شوليت إليميناسيون من الشيرة هاذيا بار إيك بار 5 اكس، معناتها موان 5 اكس بلوس 5 اكس تنح، شتوليلنا 4 اكس بلوس 5 اكس إيكالا 14. باهي دونك 9 اكس إيكالا 14، وبالتالي بالعادة اكس مضروبة في 9، دونك نقسمو على 9، وكالعادة سامبليفيكاسيون بار 9، دونك اكس إيكالا 14 سور 9. وكالعادة هنا نكتبو اس دون ار ايكالا 14 سي 9. باهي ليكزومبل اللي بعدو عندنا 4 فاكتور دو اكس موان 2 موان 5 ايكالا اكس موان 6 فاكتور دو 3 بلس اكس. باهي اول حاجة لازم نعملو ديفلوبمون، ننشرو 4 فوا اكس ايكالا 4 اكس، 4 فوا موان 2 ايكالا موان 8 موان 5. ومشي للاخرى عندنا اكس موان 6 موان 6 نضربها في 3 تعطيني موان 18، وموان 6 هذايا نضربها في الاكس تعطيني موان 6 اكس. بعديك نعملو نجمعو تولي لنا 4 اكس موان 13 ايتيكالا موان 5 اكس بلس بلس موان 18 ديزولي. باهي كالعادة إليميناسيون كيما كنا تعلمنا موان 13 بلس 13 ومشي روح نزيدو بلس 13، دونك إليميناسيون ب 13 تتنحى تقعد لي 4 اكس ايتيكالا هاذيا موان 5. باهي 4 اكس ايكالا موان 5 اكس موان 5 كالعادة نعملو بلس، كهنا عندي موان 6 دونك باش نزيدو 5 اكس من الشيرة هاذيا ونزيد 5 اكس من الشيرة هاذيا، شتولي عندي إليميناسيون موان 5 اكس بلس 5 اكس تولي لنا 9 اكس يقال موان 5، وبالتالي اكس يقال نقسمو كالعادة على 9 باش نحيو 9 كيما قاعدين ترا، وبالتالي اكس يقال موان 5 سور 9. باهي شوف ليكزومبل اللي بعدو اكس سور 14 موان 1 سور 7 يقال 1 دومي. هنا فما حاجة باش نفكروها اللي هي توحيد المقامات. كيما قاعدين تراو المقام المشترك هو 14، دونك ضربنا من الفوق هنا الكونتيتي هذي 1 سور 7 في 2 من هنا من فوق من 2 باش نلقاو 14. كيف كيف في الكونتيتي في الريزلتات قابلنا ب 14 من فوق من هنا، شو اللي تعمل؟ x سور 14 موان 2 سور 14 ايتيكالا 7 سور 14. توا ولات عندنا x موان 2 سور 14 بيسك عندنا ميم دينوميناتور وإيجاليتي، هنا x موان 2 سور 14 ايتيكالا 7 سور 14 ميم دينوميناتور، نجمو نحيو الدينوميناتور تولينا x موان 2 ايكالا 7. كالعادة توا نزيدو 2 مشي هنا 2 مشي من هنا على اليمين، شو اللي عندنا؟ إليميناسيون لو 2 نحى وتقعد لنا x ايكالا 9. يعطيكم الصحة. باهي توا عندنا باش ناخدو إكزومبل آخر، إيكواسيون دو دوزيام دوغري أي أون إنكونو، نفسها نفس عنده لونكونو هو واحد هو إكس، مي هو دو دوغري دو، هاكا نفهمو الحكاية شناهي. باهي سي أن برودوي دو فاكتور نول، ألوغ لان أو موان دي فاكتور إي نول، اللي هي كيبدا عندي أ فوا بي إيكالا زيرو، دونك أ إيكالا زيرو و بي إيكالا زيرو، اللي هي هاي سي أ فوا بي إيكالا زيرو، ألوغ أ إيكالا زيرو و بي إيكالا زيرو. باش نطبقوها العملية هاذيا
Exemple, résoudre l'équation 4x plus 6 facteur de 3z, 3 moins 7x égale à 0. Donc, تطبيق القاعدة هذه الكونتيتي هذه كلها هي A والكونتيتي الثانية اللي هي 3 moins 7x égale à هي B ده ال B. تطبيق القاعدة تفعلينا أكو سي A فوا B égale à 0 alors A égale à 0 B égale à 0. Donc, partie جانية أكو سوا 4x plus 6 égale à 0 ou سوا 3 moins 7x égale à 0. Donc, هنا هز 6 من الشيره الاخرى باش تولي لي موان 6 دونك 4x ايكال موان 6 وبالتالي فان x ايكال موان 6 سور 4 ونجوست نعملو هنا سامبليفيكاسيون بار نقسمو بار 2 سور 2 دونك x ايكال موان 3 دومي ومن الشيره الاخرى 3 موان 7x ايكال 0 ونهز من الشيره الاخرى تولي موان 7x ايكال موان 3 وكالعاده نقسمو على موان 7 تولي لي x ايكال موان 3 سور موان 7 وبالتالي موان سور موان هي بلوس دونك x ايكال 3 سور 7 هذيك هي عندها علاش اسمها ايكواسيون دو دوزيام دوغري دوزيام دوغري خاطر باش نلقاو في الاخر دو سوليسيون مي الفاريابل هو بيدو واحد هذيك علاش نسميه انكوني واحد باه دونك لي دو سوليسيون دو ليكواسيون سون اكس ايكال موان 3 دومي اي اكس ايكال 3 سور 7 هذيك الاجابه باه رومارك اون بو نوتي اوسي اس اللي هي كيما قلت لكم معناتها اس دون ار ولا اس S dans l'ensemble اللي تخدم فيه moins 3 demi 3 sur 7 B توا équation type x carré égale à A باش نفهموها هذه كي يجيبوها لنا كيفاش نجمو ناخذ les solutions de l'équation x carré égale à A avec A لازمها تكون بوزيتيف علاش على خاطر ما تنجمش تكون الكاري ديما الريزلتان تاعو بوزيتيف ما تنجمش تكون x carré égale à valeur négative وبالتالي فانا A يكون strictement supérieur à 0 sont les solutions تاعنا توا هما x égale à moins racine de a والا a racine de a b remarque si a est négative l'équation n'admet pas de solution بطبيعة ما تجيش خاطر كيما قلنا ما تجيش positif égale à valeur négative b exemple résoudre l'équation x au carré égale à 5 x au carré égale à 5 les solutions de l'équation كيما علمنا x égale racine de 5 ou x égale à moins racine de 5 معناتها les solutions sont moins racine de 5 et racine de 5 b لتو واش نتعلموها ونحاول نخدموها مع بعضنا نزدر لي زيكواسيون اكس موان 4 او كاري ايكال 7 كالعادة باش نطبقوا القاعدة نتاعنا الكونتيتي هذيك ما يهمنيش فيها هو مادام كاري ايكال 7 فقط حاطينك بالاخدة باش تفهم راه الكونتيتي مش بدل شيء ما يهمنيش المهم حاجة وكاري ايكال فالور المهم يكون بوزيتيف فالور هذاك دونك عندنا هنا الفالور هذيك اللي الخضراء ايكال راسين دو 7 والا الخضراء هذيك هي موان راسين دو 7 باش نعاودوا نرجعوهم معناتها اكس موان 4 ايكال راسين دو 7 و x موان 4 إيكال موان راسين دو 7 ب x إيكال راسين دو 7 بلوس 4 و x إيكال موان راسين دو 7 بلوس 4 لي سوليسيون ألور دو ليكواسيون سون x إيكال راسين دو 7 و x إيكال موان راسين دو 7 بلوس 4 كالعادة هاكا لي سوليسيون دون R هاذيك مهم ب لي زيكواسيون توا دو بروميير دوغري أ أون أنكوني أوردر إي إيبيراسيون نشوفو شنو الحكاية إكزومبل توا لي زينيكواسيون مش لي زيكواسيون لي زيكواسيون هما المترجحات سي x inférieur à 3 strictement inférieur à 3 que peut-on dire de 3x moins 4 حسب رايكم ترى خذوا مهل التفكير عملوا بوز حاولوا خمنوا فيها توا باش نحاولوا نجاوبوا باهي عندنا x inférieur à 3 هذايا راهو في درس الحصر اللي قريتوه عملنا ولا اللي هو لونكادرومون في السنة تقراو فيه x inférieur à 3 الوغ حاشنا باش نلقاو 3x هكا ولا لا دونك باش نضربوا x في 3 نضربوا كون نضربوا كونتيتي اخرى زاد في 3 بيسك بوزيتيف بوزيتيف السين هنا ما يتبدلش دونك باش تولي 3x انفيريور ا 9 باهي توا باش لازم نحيو موان 4 خاطر حاجتنا باش نعملو لونكادرومون 3x موان 4 باهي 3x موان 4 نشيل من هنا و 3x و 9 ونحيو موان 4 نشيل الاخر كالعادة ولي 3x موان 4 انفيريور ستريكتومون انفيريور ا 5 باهي سي توا x سوبيريور ا 1 كي بوتون دير 2 موان 2x بلوس 4 كيما عملنا هذي تراه حاولوا تخدموا وحدكم عملوا بوز ونحاولوا ناخدو دونك توا ديريكتومون نعطيكم الصحة ونشوفو ترى مع بعضنا إجابة توا عندنا إكس سوبيريور ستريكتومون سوبيريور أن هذه ليبوتيز دو ديبار اللي عطيتها لكم كالعادة نخدمو بنفس الطريقة الإكس مضروب في فاش صحيته في الموان دو دونك نضربو في الموان دو مشي لهنا نضرب في الكونتيتي الأخرى في الموان دو أور كو كي تضرب في سين نيجاتيف لازم تقلب السي العلامة ولا تقلب بلايص العداد باهي دونك موان دو إكس وموان دو العلامة على اليمين وعلى اليسار ترى صحيته صحيح تري بيان دونك موان دو إكس نقلبو العلامة كيفاش راه حيتو تري بيان موان 2 اكس لازم تقلب العلامه كما قلنا انفيريور ا موان 2 ستريكتومون انفيريور ا موان 2 وكالعاده كون نزيدو بلس 4 مش في بالك حتى شيء دونك تولي موان 2 اكس بلس 4 ستريكتومون انفيريور ا 2
يعطيكم الصحة. تو ريزوليسيون دون اون ايكواسيون، كيفاش نحلو لي زينيكواسيون؟ اون ايكواسيون هي انيغاليتي كي كونتيان انكونو اكس. بالطبيعة انتوما تو تقراو ديما انكونو برك، معنتها ما عندكمش ايكواسيون دو دوزيام دوغري معنتها تقراو العام الجاي هذيك، مي هنا باش نقراو انكونو برك. باهي، ريزولت اون ايكواسيون سي تخوفي توت لي فالور دو اكس كي فيريفي سيت انيغاليتي. خاطر لي ريزوليسيون تاع لي زينيكواسيون باش نلقاو في الاخر عدد، باش نلقاو توت ان انترفال، هذاك علاش ماجي الكامل. مي تاني فهمو هذي، دونك il s'agit d'un ensemble de valeurs ماهوش عدد، دونك هو انترفال كيما قلنا. مي ناخذو دي زيكزامبل نرزو دي زيكواسيون سويفون اي ريبريزونتي لي سوليسيون سور اون دروات غرادوي، باش نتعلمو مع بعضنا. عطيناكم اون ايكواسيون، هذه اون ايكواسيون 2x بلس 3 ستريكتومون انفيريور ا 4 موان 5x. دونك 2x بلس 5x مشينا ريغروبينا اللي فهم x مع بعضهم اللي فهمش x مع بعضهم، الارقام العادية مع بعضهم لي فالور. دونك تولي 2x بلس 5x ستريكتومون انفيريور ا 4 موان 3، دونك هنا تولي 7x ستريكتومون انفيريور 1، وبالتالي x ستريكتومون انفيريور 1 سور 7. طب باش نحطوها في الدورات نتاعنا، دونك هذايا الروبير نتاعنا اللي هو او اكس بتبيع لك دي زابسيس انتم كيما تعرفوه، هذه 1 سور 7. كيفاش ناخذوها؟ بيسك احنا هنا ستريكتومون انفيريور لازم تكون اوفيرا، معناها ما ناخذوهوش ال 1 سور 7 هذيك. ونحن وين باش نمشيو؟ اصغر من 1 سور 7، معناتها باش نمشيو بلوس لافيني ولا مو لافيني؟ تراه تراه صحيت وصحيت، نمشيو مو لافيني. دونك هذوما هما لي سوليسيون اللي تشوفيه بالروز، هذيك ما ناخذوهوش ال 1 سور 7 ونمشيو حتى كشي مو لافيني في الاتجاه هذاك. Mais les solutions sont tous les membres strictement inférieurs à 1 sur 7. Très bien. Intervalle. L'exemple de l'exemple fini. Deux facteurs de, entre parenthèses, x moins 4 inférieur ou égal à 4x moins 5. Quel est le regroupement de développement développé par 2. Je vais dire 2x moins 8 inférieur ou égal à 4x moins 5. On a 2x dans le regroupement, on a 4x, on a 8. الكاتريكس كانت بوزيتيف تولي نيجاتيف تولي 2x مون 4x، والمون 8 كانت نيجاتيف تولي بوزيتيف معناتها ايجال 8 مون 5، معناها مون 2x انفيريور ايجال 3. ردوا بالنا هنا باش نقسمو بار مون 2 دونك فالور نيجاتيف، شنو باش يصير؟ تراه حسب رايكم x صحيح مون الشيء الاخرى مون 3.5، اما العلامه كيفاش؟ تراه تراه اون ديفيز بار ان نومبر نيجاتيف دونك اون شونج لو سيني دو لينيجاليتي. تري بيان صحيتو. دونك x strict superior equal désolé à moins 3,5. وتو هذا الروبير نتاعنا باش نحطو الروبير نتاعنا، هذه موان 3,5 ما بين موان 1 و موان 2. وكالعادة هنا عندنا أكبر من موان 3,5 ويقال، معناها نجمو ناخذوها هاكا الانترفال نجمو ناخذها ونمشي للبلوس لافيني بلوس أكبر ونمشي في السونس هذايا حتى كشي البلوس لافيني. يعطيكم الصحة، هذوما لي سوليسيون. دونك لي سوليسيون سون تو لي مومبر نومبر superior ou égaux à moins 3,5. ويعطيكم الصحة ومرحبا بكم، إن شاء الله في فيديو آخر. سلامة.